مصر بنسمع عن حاجات غريبة جدا جدا جدا، وبنستغرب اصلا مين اللي فكر يعمل حاجة زي كده. من ضمن الحاجات الغريبة اللي سمعنا عنها واللي انا لغاية دلوقتي مش مستوعب الاسم اصلا، هو حاجة جديدة كده سموها الشياكة المستدامة. الشياكة المستدامة دي مش اللي حضرتك بتطلع تتشيك ورايح تقابل خطيبتك ولا رايح تقابل حد في عمل ولا اي حاجة، لا ده هي حاجة تانية خالص. مبادرة اطلقتها ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اطلقت النسخة الاولى من مبادرة الشياكة المستدامة. زي ما حضرتك سامع كده بالظبط، الشياكه المستدامه انت توقعت مثلا ان انا اقول لك التنميه المستدامه، اي حاجه مستدامه، لكن الشياكه المستدامه دي بقت غريبه شويه. المفروض ان احنا نجيب مصانع وتصدير ونقلل البطاله والكلام ده كله، لا ده كله مش همم الحكومه، الحكومه دلوقتي بتفكر في حاجه ثانيه، اولوياتها هي الشياكه المستدامه. المبادره دي الغرض منها هي الحث على تغيير السلوك الاستهلاكي الغير واعي للمواطن. احد السلوكيات اليوميه اللي بيقوم بها افراد المجتمع من خلال الحث على الحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية غير الواعية للمنسوجات، وأيضا المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ. الكلام ده الصراحة هو كلام جميل جدا، بس غالبا ما يمشيش في مصر ولا يمشي عند المصريين، لأن المصريين أصلا معظمهم حالتهم ضنك، ولا عارفين يتشيكوا ولا عارفين يعملوا أي حاجة. وتحس إن المبادرة دي معمولة عشان يقولك افتقر أكتر يا مصري، وحاول يا مصري على قد ما تقدر توفر في كل حاجة، عشان احنا الفترة الجاية داخلين على أيام سودة. المبادرة دي تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وتصدر هاشتاج الشياكة المستدامة منصات التواصل الاجتماعي. الحقيقة لو خدنا لفة في الهاشتاج ده بشكل سريع كده هتلاقي انه كله سخرية من المبادرة اللي هي تعتبر بعيدة كل البعد عن هموم المواطن المصري. شافها البعض انها استخفاف بالمواطن وهمومه. اول تعليق معانا من ابو عمر اللي قال، او ابو عمر اللي قال، العالم دي عايشة في عالم موازي وعايشة في دولة تانية، الناس مش لاقي عندنا اللقمة ودول بيتكلموا في لبس وفي موضة، حسبي الله ونعم الوكيل. رانيا قالت برضو بعد ما استورد الرز والسمك والفراخ واللحمة لقى نفسه فاضي، فقال لك لما استورد لهم شوية مشاكل عالم أول يتسلوا فيها. كارلوس من الناس اللي شايف ان المبادرة مضحكة جدا، وقال معرفش يعمل تنمية مستدامة فعايز يعمل شياكة مستدامة وهموت من الضحك. عمار كان شايف ان دي مبادرة اخرى من مبادرات تجميع الضرائب وفرض رسوم تانية على المواطن، وقال الحد من الموضة، اي حد هيلبس على الموضة هنسحب منه الهدوم، اي حد هيلبس جديد هنسحب منه الهدوم، اي حد عايز يتشيك يدفع ضريبة شياكة واناقة. رودينا برضو قالت يا جدعان احنا محلات الموضة السريعة عندنا خصوصا في الوقت ده في مقدرة الطبقة المتوسطة العليا فما فوق، وده وقت السيل، احترموا عقولنا وتعالوا نتكلم في الأثر البيئي للمباني والمدن اللي بتتبنى على أساسات غير مستدامة وبدون تخطيط حضاري ومليانة ناطحات سحاب بواجهة إزاز في 2023. يعني هي هنا رودينا بتحاول تقول لهم لو انتوا فعلا بتدوروا في البيئة وبتدوروا على آثار البيئة ممكن نشوف حاجة تانية بتضر البيئة بشكل كبير جدا ومهمة لو انتوا عايزين تدوروا على البيئة. آخر تعليق معانا من شريف اللي قال بجد أنا مش عارف الهيافة من مسؤولين في دولة أو من مسؤولين الدولة هتودينا لحد فين؟ أنتوا بتكلموا مين يا جماعة؟ شعب أكثر من 95% منه تحت خط الفقر وتقول لي شياكة. دي كانت تعليقات الناس على الشياكة المستدامة، وهنشوف الفترة الجاية المبادرة دي الهدف منها فعلا هو إيه؟ وهنعرف معاكم كل جديد في حاجة زي كده. هنروح دلوقتي لموضوع تاني، خليكم معانا.